وشك الوصول. أعددت لك شطائر الجبن الأبيض وسوف تنال إعجابك. لا أحبها. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا أستاذ جوهر. صباح الخير يا أبنائي. حسناً، يمكنكم الجلوس. ألم تسمعي ما قلته يا خوخة؟ أحب أن يكون لي رأي خاص. من الضروري أن يكون للإنسان رأي مميز بشرط أن يكون هذا الرأي مقنعاً. شكراً، هذا ما أردت سماعه يا أستاذ. حسناً، إليكم مجموعة من الدفاتر الجديدة، إنها مخصصة للوظائف البيتية فقط، والآن الدرس الأول، القراءة. اقرأوا بصوت منخفض ريثما أصحح الوظائف. أحب القراءة بصوت عالٍ. ذهب مازن إلى الحديقة حاملاً أدوات الرسم، ثم بدأ يرسم الأشجار. عندي سؤال يا أستاذ، من يكون مازن؟ إنه الطفل الذي ذهب إلى الحديقة ليرسم الأشجار. سؤالك ليس في مكانه يا خوخة، لكنه مميز. أسرعي يا خوخة، لقد تأخرنا. أحب أن أعود مشيا. وما المشكلة في حافلة المدرسة؟ لا مشكلة، أحب أن أكون مميزة. لا بأس يا ابنتي، تناول الطعام. لست جائعة. ما رأيك في كوب من الحليب؟ هذا ليس وقت الحليب. لنؤجل الطعام إلى وقت آخر. يمكنك القيام بواجبك المدرسي. ليس الآن. ما الأمر يا ابنتي؟ لقد تغيرت كثيرا. لا مشكلة في أن يكون للإنسان شخصية مميزة. التميز يعني أن يكون الإنسان ناجحا في عمله، لا أن يضرب عن الطعام والدراسة. مرحبا أخي تامر. تعالي يا ابنتي، انظري من جاء لزيارتنا. تفضل. يا إلهي، إنها لا تحب لأحد أن يملي عليها الأوامر بحجة البحث عن الشخصية المميزة. لا أدري ما الذي حدث لها، تعارض الآخرين حتى في الأمور البديهية يا أخي. انظر، تجلس وحيدة، ترفض تناول الطعام والقيام بواجب المدرسة. خوخة، خفضي صوت التلفاز. تلك هي المشكلة وأخشى ألا أجد لها حلاً. لا بأس يا أختي، سوف أحاول. ما يعيدون الدب إلى قفص. خوخة، سيداتي وسادتي، برنامج رائع، ارفع الصوت قليلاً. لماذا لا تتناولي طعام الغداء؟ لا أشعر بالجوع، هذا هو السبب. اسمعي يا خوخة، يجب أن تكوني مميزة، لكن الشخص المميز يأكل الطعام في وقته. وهل تعلمين أن الشخص المميز يهتم بكتابة واجباته المدرسية؟ هذا ما كنت أفكر فيه. الغرفة المرتبة دليل على التميز أيضاً. صحيح، أعرف ذلك. انظري إلى غرفتك يا خوخة، إنها تضج بالفوضى، هذا يعني شيئاً واحداً. لحظة. انظر، ما رأيك؟ فكرتك رائعة جداً، سأتبع هذه الطريقة دائماً. خوخة، على الشخص المميز أن ينظف أسنانه جيداً قبل أن يذهب إلى النوم. أرجو أن يكون ما حدث درساً مفيداً. طابت ليلته. أمي، على الشخص المميز أن يحترم والديه. آسفة أمي. أصحابي تعال.